Even the transformational grammarians is not content with describing what he finds in a corpus of sentences collected from native speakers. يقول لك أنا ما علي بالnative speaker إيش قال ما قال وسجل من عنده. قال لأ أنا أسوي من عندي نحو أو grammar اللي هو يولد كلمات generative. generative يعني يولد مولد transformational. هو يولد لي وأتوقع ما يتكلمه النيتيف سبيكر. هو النيتيف سبيكر راح يصير عنده هذا مرجع مالته. He feels that his grammar should enable one to produce all the sentences of a language. قال هذا الجرامر راح اسويه اللي يحجون كل الجمل اللي يحجوها هي متعلقة بهذا الجرامر، ما راح يبتعد عنها. And he is as interested in possible sentences as he is in the ones actually recorded. Since the number of possible sentences in English or any other language is infinite, no one could have heard all of them. قال يا بني إذا أريد أسجل كل شيء من النيتيف سبيكر من المتكلم اللغة، إذا كل الجمل أرداني أتكلمها أسجلها من عنده فهي غير محدودة الكلمات، ملايين الجمل يقدر يولد لي، فأني خو ما ظل أركض وراه، لا أنا أسوي صيغ ثابتة وهاي الصيغة الثابتة يقدر يولد بها generative، يقدر يولد بها مثل ذهب أحمد إلى السوق، مثل إلى السوق هاي أنا إذا أسمعها أروح أسجلها أقول هاي جملة صحيحة، لازم أسجل كل المشابهات. قال لا أنا أعطيك الصيغة ذهب أحمد إلى السوق وتقدر أنت تغير بكيفك، ذهب أحمد إلى المدرسة، ذهب أحمد إلى الملعب، ذهب أحمد إلى آخره، يعني بس أغير كلمة، أشيل كلمة، أغير كلمة، إذا راح نضيف الصيغة يقدر شلون قاعدة يقدر يتعلمها أو مو يتعلمها هو نيتيف سبيكر، يقدر يعني الجرامر راح يوصفها للنان نيتيف سبيكرز اللي يريدون يتعلمون النحو مع اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى. Yet native speakers of English understand new sentences such as I spilled milk in the bathtub. هنا أنا يقول لك المتكلم اللغة راح يفهم إنه أني سكبت الميلك الحليب في الحمام. bathtub bathtub هي حمام، إحنا عادة سامعيها bathroom bathroom سامعيها. زين هنا لما طلعت كلمة جديدة بلغتنا العامية خو ما راح نقول هاي خطأ، فقال لا إحنا ما نقول خطأ، إحنا اللغة مالتنا متجددة، مو شرط أني سامعها، أني ما سامعها هاي، بس إذا هي نحوية صحيحة. أول شيء لأن النيتيف سبيكر قالها، ثانيا لأن هي موجودة فعل فاعل مفعول به إلى آخره. زين and he felt his shoe polish in the refrigerator اللي هي الثلاجة. أوكي هاي جملة أخرى مثال عليها شوية أصعب أوفا. Every day the native speaker hears, reads and creates new sentences. Sentences which seem so ordinary that he is not aware that they have never been used before. إذا متكلم اللغة دائما يسمع جمل جديدة خو ما يعني ما راح يفهمها لأن هي ما كتبوها، لا يقول احنا الجرامر مالتنا يوصف ما يقوله متكلم اللغة، اي شيء يقوله متكلم اللغة هو الجرامر تلقاه وصف بالجرامر مالي عليه. اوكي An adequate grammar of English should enable a person to produce not just those sentences that have been said in the past. النحو يجب أن لا فقط ينتج الجمل التي قيلت في الماضي، but لكن all the sentences that a native speaker is capable of creating or understanding. مو بس الجمل اللي سمعها يقدر الجرامر يحكيها، لا يقدر أيضا يفهم ويولد كل الجمل التي من الممكن أن تقال. In addition, the grammar should not generate sentences like that a native speaker would reject, such as the man horrified the door. إذا هنا تشومسكي ما أغفل المعنى مال الجملة، يعني الرجل أخاف الباب. قال لا
هذا الجرامر.